اهلا بكم من جديد. هذه الفقره عن دور القوات المسلحه في الثوره، والحقيقه كان في دور مهم جدا، بدون القوات المسلحه ما كانتش الثوره دي هتكتمل. لكن الحقيقه ان بعد كده وفي الفتره الانتقاليه لمدتها سنه ونص تقريبا، هذا الدور تعرض لخدوش وتعرض لانتقادات. الى اي مدى قامت القوات المسلحه والمجلس العسكري بعدها بدور متكامل؟ طلع نحاول نناقشه بموضوعيه شديده جدا وبهدوء في هذه الفقرة. واسمحوا لي أرحب بضيوفي، سيادة اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي. سيادة اللواء، يعني بعد سنتين القوات المسلحة بتفكر في الدور اللي هي قامته في الثورة، في الفترة اللي هم 18 يوم وما بعدها على طول، بتفكر فيه ازاي؟ القوات المسلحة قعدت 17 شهر مسؤولة عن الدولة، والقوات المسلحه فخوره جدا، ولما اقعد اتكلم مع اي حد من الضباط الصغيرين والكبار فخورين جدا بما تم ومن الدور بتاع القوات المسلحه. وزي ما انت حضرتك تفضلتي في الانترو الاول، لو القوات المسلحه ما نزلتش وامنت الثوره طبعا ما كانش بقى في ثوره، ما كناش احنا بقى في اللي احنا فيه النهارده، فده حقيقه لابد ان احنا نعترف بيها. الحاجه الثانيه، احنا لما بنسافر بره بنحضر مؤتمرات وندوات في الخارج بنجد احترام شديد ونظرة احترام وتقدير من كل الأجانب اللي بنحضر معهم مؤتمرات لدور القوات المسلحة. لما يعملوا مقارنة بينه وبين الدور السوري والدور الليبي والدور اليمني، بنجد أن القوات المسلحة المصرية مختلفة تماما، ما حصلش أي حاجة من اللي كان بتحصل في الدول الربيع العربي بالكامل. وبالتالي أعتقد أن القوات المسلحة لها أن تفخر بهذا الدور اللي لعبته، مش عشان احنا يعني من ابناء القوات المسلحه، ولكن انا بتكلم بموضوعيه شديده جدا. ومفيش حاجه قالوها ما اتعملتش، قالوا احنا هنمشي حاضر، حتى لما قالوا هنمشي بعد 6 شهور وبعد كده مدت الفتره دي اتمدت بناء على طلب الاحزاب اللي كانتش جاهزه علشان تاخد فرصه اكتر. اذا عايز اقول يعني كل ما تم الوعد به اوفوا به. قالوا هنمشي يوم 30/6، مشي يوم 30/6 باحتفاليه كبيره شافها العالم كله. برضو في حاجه تانية مهمه الحقيقه، الخدمات اللي قدمت للمواطن في هذه الفتره. يعني احنا نبص كده نشوف الجيش عمل ايه في 17 شهر دول للمواطن مش لاي حاجه. يعني من اول يوم الثوره ما بدات، لو تذكري حضرتك البنوك كانت قافله، كانت مقفوله فتره طويله، الناس كانت بتشتكي ما فيش فلوس في جيبنا. القوات المسلحه راحت شالت فلوس من البنك المركزي وزعتها على البنوك وعلى الاي تي ام ماشينز عشان الناس تلاقي فلوس. اعتقد دفعت من موازنتها ايضا في مليار 10 مليار جنيه، 1 مليار دولار، مليار دولار لخزينه الدوله، 2 مليار جنيه مساكن الشباب، 2 مليار جنيه مش دولار. يبقى كده احنا بنتكلم على 9 مليار، وفي مليار تاني توزع محروقات ودعم وغاز ومش عارف ايه والكلام ده، بنتكلم على 10 مليار جنيه اتدفعت من ميزانية القوات المسلحة للدولة. دكتور عماد، هل هناك فارق بين أداء القوات المسلحة في 18 يوم واللي بعد 18 يوم على طول؟ التحية العسكرية الشهيرة اللي كان مين، اللواء الرويني أعتقد؟ لا لا لا، كان مين؟ الفنجري، اللواء الفنجري. المشاعر الفياضة اللي كانت بين المواطنين وبين القوات المسلحة، الصورة الشهيرة اللي هي هو شايل طفل وفي حد بيبوس جندي أو حد من الضباط، المشاعر دي في 18 يوم وما تلت 18 يوم بشوية، وبين بقية ال 17 شهر، بين بقية المدة الانتقالية، الفترة الانتقالية. طيب أنا بس بداية يعني عايز أقول قرايتي للأحداث. إحنا صورة الجيش المصري عندنا صورة إيجابية جدا، ودوره دايما يعني لم نرى للجيش المصري أي دور سلبي يعني في الشأن الداخلي كويس. يعني من يعني انا اللي اوعاله حتى في احداث الامن المركزي وغيره كان دايما والصوره دي ورثناها لما حصلت الثوره كويس. يعني احنا كنا في منطقه الامن تلاشى مش عارف ايه، كنا مجرد بنشوف دبابه للجيش نطمن. بس عايز اقول ده على مستوى الشعور العام للمصريين، وده سلوك قاعده العريضه من ضباط وجنود الجيش. بس ده يفرق عن في الحقيقه عواجيز المجلس العسكري، لانه احنا كان رهان كبير على انه يتعاملوا بشكل للبلد، يتعاملوا بشكل موضوعي ومبدئي. انا عايز اقول لك انه كنا بنكذب نفسنا في الاول، هم حطوا ايديهم في ايدين الاخوان، هم راوا شافوا ان الاخوان هي الجماعه المنظمه الوحيده، فخلاص يا سيدي واحنا مالنا، مش عملتوا ثوره؟ طيب خد. وربما انا لا استبعد ان البعض يكون من جواه، طب اتفضلوا اشربوا. تمام ازاي؟ الصوره بيضه زي ما انا قلت. بس انا عايز اقول لسياده اللواء، ما احناش لا ليبيا ولا سوريا، ما احناش الطائفيه بتاعت سوريا ولا القبليه بتاعت ليبيا ولا القبليه بتاعت اليمن. ليبيا ما كانش فيها جيش،
فلما اقول ليبيا يبقى انا يعني بصراحه في الحقيقه مقارنة صعبة. لا 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 صعبه، الثلاثه صعبين. اولا الجيش السوري حضرتك تعلم تماما قائم على الطائفيه الشديده، كويس. جيش اليمني جيش قبلي. الجيش ال 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 الثالث الليبي لا مش جيش، كان مرتزقه. فيعني نمره اتنين لا احد يتصور، وانا قلت انه ذكرياتنا، وانا كنت عسكري مجرد في الجيش المصري، ذكرياتنا مع الجيش ايجابيه، يعني لم يتدخل لقمع شعب حصلش. فبالتالي لم يكن متوقعا منه انه في 25 يناير يتدخل لقمع، لكن كان في موائمات في موقعة الجمل، فتح الطرق للناس اللي تدخل، فتح يعني اتفضلوا ادخلوا. وبعدين من اللحظه الاولى هم ربما يبقى شباب الثوره، ربما الشعارات بتاعت ضد العسكر وغيره خلتهم جريوا على الجماعه. ومن اللحظه الاولى يعني قولي لي بالله عليكي ايه العبقريه اللي في صبحي صالح عشان يبقى عضو لجنه التعديلات الدستوريه، واحنا ما كناش نعرف في الوقت ده ايه مين، يعني ايه القصه جايه منين، فاشمعنى جيب لي طارق البشر وصبحي صالح يعني. فكانت باينه بدايه الصفقه. طبعا الانتخابات البرلمانيه اما جم عملوا التعديلات الدستوريه وسمح لاحزاب دينيه لاول مره في تاريخ مصر، مفيش رقابه على الفلوس اللي جايه ورايحه، مفيش كذا. في الانتخابات البرلمانيه عانينا الامرين، في الانتخابات الرئاسيه عانينا. النقطه الاهم هو انا بقول جيش، تاريخ الجيش المصري وتاريخ قوات المسرحيه المصريه ما جابتش دم، لكن في الفتره الانتقاليه لا جابت دم. محمد محمود احداث مجلس الوزراء ماسبيرو، لا بص محمد محمود مجلس الوزراء على عينه وراسه، لكن ماسبيرو كانت مباشره، كانت المدرعات مصفحات بتاعت الشرطه العسكريه. وانا اعتقد ما ارتكب في ماسبيرو هو جريمه لن تسقط بالتقادم على الاطلاق، بطلها اللي عينه مرسي سفيرا لنا، ابتدى ملحق عسكري في بكين. انتخابات الرئاسه طبعا بتاع، انا عايز اقول انه اللي حصل ده كله عمل صدمه عند الناس. فبالتالي لما جه مرسي عامل انا الدستور وراح شايلهم، خلاص يعني انت جنيت مصانع كده، محدش زعل، محدش زعل على الاطلاق ولا احنا لا انا والله العظيم كتبت عمودين بعدها انه يعني ان الاطاحه بيهم دي كشفت لنا الصوره. خلاص يعني كده احنا واقعيين في مواجهه حاجه، محدش يراهن على حد، لانه بعض الناس كانت شايفه ان انا اتوقع ربما لو كان في قياده مختلفه برضو ما قعدتش الفتره الطويله ديت ووصلت لحاله الترهل والعجز، كان ده كان بقى وضع ربما تاني. كان وضع تاني. طيب انا عندي الحقيقه ردود بسيطه كده سريعه. لا اتفضل. لما بنروح مراكز دراسات في العالم بره كلها، وانا متاكد دكتور عماد بيسافر برضو بيحضر، الاند ريزلت هي يعني النتيجه النهائيه المحصله النهائيه، لما نيجي نقول اصل احنا مش زي الجيش السوري، الجيش السوري قبلي والجيش اليمني قبلي، مالناش دعوه، انما في النهايه في 60 او 65 الف مواطن سوري مات على ايد الجيش السوري، هي دي النتيجه المحصله النهائيه. هنقول ايه الاسباب؟ مش ده موضوعنا، اصلهم جيش قبلي، اصل العلويين هم اللي ماسكين دمشق، اصل بشار الاسد حاطط ايده، اصل بشرى اخته عامله، كل ده مالناش علاقه بيه. لكن عندنا في النهايه المحاصره النهائيه للثوره السوريه حتى الان هو مقتل من 65 ل 70 الف واحد على ايد القوات المسلحه السوريه، وجرح فوق 370 الف واحد، وتهجير 2 مليون مواطن من سوريا موجودين في مخيمات في الدول المحيطه. ده ناتج عمل الجيش السوري. طيب انا بتكلم بس عشان ايه ماشي. موضوع المقارنات، نرجع للحاله المصريه. نرجع للحاله المصريه، لما نيجي نبص بقى القوات المسلحه في هذه الفتره اللي احنا برضو يعني بنقول فيها ان القياده، هرجع لموضوع القياده اللي اتشالت، لكن لما نيجي نشوف ان الضغط الشديد والنقد الشديد السلبي والإهانات المستمرة، ولم تقوم القوات المسلحة بتقديم إعلامي واحد ولا قفلت محطة واحدة للمحكمة. الوضع النهاردة غير كده بصراحة. بس النقد ده كان من الشارع أكتر، لا مش من السياسيين، ده في ناس شتمت، في أعضاء مجلس الشعب شتموا بألفاظ مش كويسة في الميكروفونات والناس سمعتها وبرضه ما تقدمش المحكمة. إذن كان في فعلا ممارسه ديمقراطيه صحيحه رغم الاهانات والضغوط الشديده اللي كانت موجوده على المجلس العسكري وعلى القوات المسلحه. هل الاهانات دي يسقط حكم العسكر وما لا اكتر من كده بكتير وجعت الضباط الصغيرين؟ انا يهمني اكتر من المجلس العسكري بصراحه. المجلس العسكري ذهب، وهذا مسار حديث دائم لما بنزور الوحدات وبنتكلم مع الضباط الصغيرين دائما يذكروا هذا الكلام. يعني يقول لك ايه يا فندم، مش اخرتها بعد ما وقفنا في الشارع اللي عارفين نخش حمامات ولا بناكل ولا بنشرب بالايام وصاحيين ليل ونهار وبيترمي علينا كياس بول وبنتشتم وكذا وكذا، وفي الاخر كمان يسقط حكم العسكر، وفي الاخر مش عاجبين، وفي الاخر بس مش خطا، ده خطا القياده بتاعته اللي بصراحه قادت الموضوع بشكل خاطئ. لا بس القياده بتاعته ما قالتش يسقط حكم العسكر، ما قالتش يقولوا للناس يسقط حكم العسكر، وما قالتش يقولوا للناس انتقدونا حقيقه، اخطاء انما فزيعة. انما احنا بنتكلم على
هل هناك صفقة، هل كانت هناك صفقة بالفعل بين الإخوان وبين المجلس العسكري؟ في تقدير أنا لا، رغم أن أنتم مش موافقين على هذا الكلام، لكن أنا أقول لحضرتك ليه لا، لأن في أسباب. لما نيجي نشوف أن حتى الاجتماعات التي كانت بتعقد في داخل المجلس العسكري للأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة، 80% من هذه الاجتماعات كانت الإخوان المسلمين تطلع طول بره تقول لا احنا مش هنحضر والكلام ده غلط والكلام ده مش عارف ايه وانتقدوا. مش بقى في افلام، ما كانش في افلام على فكره، يعني ايه انتوا اعملوا كده احنا هندعوكم وانتوا تطلعوا اشتمونا وقولوا ان احنا مش هنحضر، الكلام ده ما كانش بيحصل، وانا بقول لحضرتك الكلام انا عارفه. لكن فكره بقى ايه، احنا اجلنا الانتخابات عشان الاخوان المسلمين ياخدوا هم اقوى، الكلام ده برده مش صحيح. يعني انا باكد لحضرتك رغم ما يقال على موضوع ان الاخوان المسلمين كانوا على صله وثيقه، كانوا على ثقه زي صله زيهم زي اي حد تاني. اللي نجح الاخوان المسلمين واللي منجحهم لغايه النهارده واللي هينجحهم بكره ومش هينجح الناس دي، اقول لحضرتك ايه، حاجتين ببساطه وده موجود من اول يوم في الثوره. الحاجه الاولى القدره الماليه الفائقه، الناس غير المراقبه، لسه غير المراقبه، الناس دي معاش فلوس، الناس دي احزاب، لا بس ثواني، غير ان الناس دي ممكن تلاقي تمويل، لكن لا لا لا، تمويل على التمويل إيه؟ قدرته التمويليه قد ايه؟ خلينا بس نتكلم عملي. انا مش بتكلم على مصر على فكره، اخوان المسلمين هنا في مصر واي قوه سياسيه في العالم في اي مكان تنجح بحاجتين ودول متوفرين لاخوان المسلمين، وفلوس وتنظيم. التنظيم الجيد، ناس عامله تنظيم قوي جدا على مستوى الدوله كله. مين من الاحزاب الاخرى عنده هذا؟ انا بتكلم بمنتهى الصراحه وانا مش اخوانجي، لكن انا بقول لحضرتك بصراحه شديده، بس ما تقولش الجمله دي تاني، لان اللي بيقول انا مش اخوانجي هو بيداري اخوانيته. لا لا وانت مش اخوانجي، هو مش اخوانجي طبعا، بس ما تقولش واحد ممكن، بس ما تقولش الجمله دي، بس انا الحقيقه بقى بختلف شويه، بس عارفه يعني الناس عارف دي، الناس عارفه وانت عارف، بس الجمله دي تحديدا بتكلم عن تعظيم قدرتهم دي برضه، لا 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 مش تعظيم، انا ماشي، انا عايز، لان في النهايه خدوا كام في الرئاسه، خدوا كام في، لا 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 مش سيبك، مش ده برضه يا جماعه، خلينا بس طبعا عايزك ترد كل حاجه، لكن انا بقول لحضرتك شوفي اي قوه سياسيه موجوده في مصر بما فيها الائتلاف الجديد تنظيمه ايه وتواجده على الارض ايه، موجود، لكن هل هو بنفس القوه التنظيميه؟ هل بيرفع السماعه يحشد 200 الف بتليفون؟ مين فيهم يقدر يعمل كده؟ القوى المسلمه بتعمل كده ده عشان السمع والطاعه، دي طيب مالناش دعوه بقى، دي مش حريات يا مدام لميس، مش بس الاسباب طيب. ماليش دعوه بيها، طيب انا بتكلم على الواقع ايه، طب خلينا نسمع سمع وطاعه، اه انما في الاخر بيقدر يعمل طيب كده. انت تقدر تعمل كده يا ست اللي اسمعني بس، اه انا اسمعك طبعا جدا، حضرتك بتتكلم على جانبين، جانب المال وجانب التنظيم. خليني اقول لحضرتك على حاجه، انت متفق معايا اولا ان هم دول مهمين جدا، مهمين جدا، بس اللي انا عايز اقوله ان جانب المال ده ممكن انت تحصل على مش بقوتي، قول يا باشا، بس مش قدهم الناس دي، معايا فلوس يا باشا، تسد الشمس، انت تقدر تجيب فلوس، انا ما قلتش حاجه لسه. اللي انا عايز اقوله ان ممكن المال ده يجي، ما انت عارف في لبنان بيجي المال منين، من زراعه المخدرات. يعني عايز اقول كان دور المجلس العسكري انه يعمل ضبط ورقابه على دخول الاموال. انت تعلم تماما التنظيمات السلفيه هي فقراء الريف المصري، تعلم ده، مئات الملايين دي، وبعض القريبين من المجلس العسكري اسروا للبعض بكلام على ان كنا نعلم ان الاموال كانت بتيجي في حقائب دبلوماسيه، وفي ضبط منها في المطارات. المحصله ان هي، ما انا هقول لحضرتك انهم معاهم فلوس، هقول ما انا ممكن اتاجر في مخدرات واجيب فلوس، ما تقلقش الموضوع تعمل كده، انت مش طريقتك دي، لا مش فاهم قصدي، انا عايز اقول انت مش تعمل كده، لا مش فاهم قصدي، انا عايز اقول وظيفه الدوله ايه؟ وظيفه الدوله تطبيق قانون. نرجع تاني دور المجلس، دور الجيش والمجلس العسكري. المجلس العسكري لم يفرض اي رقابه على هذا التمويل. النقطه الثانيه، في الحقيقه انا مش عايز ارجع لان الجيش كان ممكن يقتل ولا ما يقتلش، لكن قضيه التنظيم انت عارف انه في قبل 25 يناير كان موجود الحزب الوطني والاخوان عشان يبقوا قوى مسماه سوكولد الليبراليه في مواجهه دول البديل بتوعي، وبالتالي كانوا بيدخلوا في صفقات مع امن الدوله ومع الحزب الوطني بيوصلوا، وكانت اللي بتضرب منهم في الحقيقه هي القوى الليبراليه واليساريه. اديني حزب ليبرالي حقيقي كان قبل 25 يعني يناير، نرجع تاني للقوات المسلحه فالتنظيم. لا انا عايز ارد على بس على قضيه التنظيم. التنظيم النهارده انا لما امسك النتائج من اولها لغايه ما اوصل للاستفتاء هلاقي ان في تطورات كبيره، هلاقي ان في حاجه اسمها جبهه انقاذ فيها خلافات وفيها تباينات، لكن بدات تشتغل. يعني عايز اقول ان القوى المدنيه دي بدات تنظم نفسها بشكل سريع. اللي انا عايز اقوله في المجلس العسكري، اولا انا اعلم يعني ايه جيش مصري، وانا قلت ان انا خدمت في الجيش المصري، فانا عايز بس اميز ما بين المؤسسه العسكريه صحيح. وبين الاداء السياسي للمجلس العسكري. الاداء السياسي للمجلس العسكري في الحقيقه انا واحد من الناس شفت مصايب ارتكبوها، يعني كان يمكن وكنا نتطلع الى ان يلعب المجلس العسكري دورا مهما في نقل مصر نقله امنه. يعني حضرتك سعيد بالوضع اللي احنا فيه؟
حضرتك سعيد بالفبركه اللي تمت بسرعه في انتخابات برلمانيه تيار اسلامي ياخد 72%؟ انا ما بقولش انه ما ياخدش 72%، انتخابات فيها رقابه ماليه، فيها 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 ضبط، وفيها وقف دعايه انتخابيه في 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 دور عباده، وفيها وقف استخدام لابتوب قدام اللجان، وفيها توجيه، وفيها عشرات القضايا والشكاوى اللي احنا رحنا عملناها نتيجه انحياز وقضاء وكذا، كل دوت لم يبت فيه. اللي انا عايز اقوله، لو اكملوا ال 18 يوم اللي عملوهم على عيننا وعلى راسنا وحمونا وعمل ماشي، بس لو اكملوها باداره موضوعيه هو تعامل، بس هقول جمله واحده بس، هو تعامل مع المرحله الانتقاليه زي ما حضرتك قلت باعتبارها كره نار، فارميها للي مستعد يلقفها. هو ده اقول اخوان تصوروا ان هم اللي عندهم القدره التنظيميه، هو وعايز اقول ما بلاش نبالغ قوي في حكايه القدره التنظيميه. اديك شفت اللي حصل عند الاتحاديه ايه، وشفت اللي حصل في اسكندريه ايه، وشفت اللي عند مدينه التاج الاعلامي. نرجع تاني لدور القوات المسلحه. ليه القوات المسلحه ما بتقولش عدد الشهداء اللي ماتوا في طول مرحله الفتره الانتقاليه؟ اقول لحضرتك حاجه، اولا انا طبعا عندي كلمتين ثلاثه عايز اقولهم سريعا كده. يعني موضوع التمويل اللي كان يعني القوات المسلحه بتلام ان هي كانت سايبه التمويل والجماعات الاسلاميه خدت فلوس، طب ما لغايه النهارده انتوا سايبينهم وانتوا قوه سياسيه. ماشي انا بتكلم، لا السلطه في ايد مين؟ ثانيه واحده برضو، ساكتين ليه؟ السلطه في ايد مين؟ ما انت ودورك دورك راح. لا ماشي انت، لا انا بتكلم على القوه السياسيه، اين دورها؟ لا لا يعملوا كتير يا سياده اللواء، لو عايزين يعملوا كتير هيجيبوا المعلومه ويقولوها للناس يا سياده اللواء، ما جابوش كده ليه؟ القوه السياسيه لا حضرتك تجيب المعلومه وتقول الفلوس جايه من الجهه الفلانيه، فلان بيبعتها وانتوا قادرين تجيبوا كده وانتوا عارفين. لا 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 معلش خلينا بس عشان بس وقتين، عشان طيب وقتنا محدود. طيب سريعا بالنسبه لحياتك كان سؤالك، بالنسبه للشهداء، الشهداء بكره هيكرموا في احتفال صباح باكر في مسرح الجلاء. القوات المسلحه عامله احتفاليه لثوره 25 يناير، دور القوات المسلحه في ثوره 25 يناير هيتم بكره صباحا، وهيحضر فيه شهداء أسر شهداء القوات المسلحة من كافة الرتب والدرجات. على فكرة هم كرموا قبل كده بدون دعاية بدون إعلام، لكن بكرة سيتم الإفصاح عن هذا، وسيتم أيضا إذاعة فيلم أو يعني حيوروا الناس فيلم اللي كانوا موجودين بكرة عن أسر الشهداء وعن هذا كله. لكن أنا بقول لحضرتك أن شهداء القوات المسلحة اللي ماتوا بسبب الثورة وأثناء الثورة بالعشرات، طب مش عندي عشرة بالعشرات عندي سؤال، ماذا حدث في التحقيقات بتاعة ال 15 جندي اللي قتلوا غيلة في رمضان في رفح 17؟ الإجابة الأعلى، الإجابة الأعلى مش معنى ما أعرفش، انما انا نفسي اعرف. طب ده قتلوا في عهد الدكتور مرسي. يعني ايه مش عارفين؟ يعني انا بكلمكش هنا بقى على الثوره، بكلمك على عهد الدكتور مرسي. 17 جندي مصري قاعد بيفطر فطار رمضان لسه بيحط التمره في بقه ويتقتل. محزن وشيء قاسي وشيء ما حدش يتحمله. ما عندكش حضرتك معلومه ان تم التواصل لخمس شخصيات وحركه حماس طلبت من الدكتور مرسي انه لا يعلن الاسماء دي؟ لا هو تم التواصل لسته مش خمسه. طيب ماشي انا متاكد مش طلب من الدكتور مرسي انه ما يعلنهاش، بس معرفش حته تانيه. لكن انا اعلم ان الجثث اللي جت من اسرائيل حتى الجثث اللي كانت متفحمه اتعرفت انه واحد من ابناء المحافظات ليه القوات المسلحه ما دافعتش عن ابنائها هنا؟ وان وكل الاسماء موجوده. ليه ما دافعتش عن ابنائها القوات المسلحه وقالت عايزين حق دول؟ القوات المسلحه مش هي اللي بتحقق في الموضوع ده، بتحقق فيها من الناحيه الداخليه، لكن هناك النيابه مسؤوله عن هذا. لا اقصد وصلت لشخصيات متهمه. ازاي الفريق السيسي بيحاول يستعيد العلاقه في شرخ ما في العلاقه مع المواطن المصري، برغم ان المواطن المصري بيحب الجيش، الناس كلها بتحب الجيش، لكن ازاي الفريق السيسي بيحاول يستعيد هذه العلاقه؟ اعتقد بعده حاجات. الحاجه الاولى النهارده في متحدث رسمي عسكري بيتكلم مع الناس، بيقول ان بيقابل الصحفيين والاعلاميين، وده كان شيء الحقيقه مطلوب في اثناء الثوره ولكن تاخروا فيه شويه، ولكن النهارده في تواصل اعلامي بين القوات المسلحه وبين المواطنين عن طريق الاعلام، وده شيء جيد وانا شايف انه هو شيء كويس. الحاجه الثانيه هو باستمرار ان هناك شفافيه في الكثير، طبعا مش كل حاجه يجب ان تذاع لنشاط القوات المسلحه، لكن انشطه القوات المسلحه النهارده موجوده وبتتحط في الجرايد، والناس بتعرف القوات المسلحه بتعمل ايه، سواء كانت تدريبات او مناورات او زيارات او احتفالات ايا كانت. القوات المسلحه قويه جدا. الجيش المصري جيش قوي جدا، ولا الجيش المصري جيش محتاج إعادة رفع كفاءة؟ أقول لحضرتك حاجة، الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بتقاس ولها معايير، وهناك إدارة وهيئات في القوات المسلحة بتقيس هذا الكلام، سواء كانت هيئة تدريب أو هيئة تفتيش أو خلافه، في هيئات شغلتها بس قياس الكفاءة القتالية القوات المسلحة والتأكد من أن اللياقة البدنية على أعلى مستوى، وأن التسليح على أعلى مستوى، وأن كل مقاييس الكفاءة القتالية، وتأكد باستمرار بأن الحالة القتالية على أعلى مستوى. دي حاجة. الحاجة الثانية
هو الشيء المهم ان القوات المسلحه تحدث نفسها باستمرار. يعني السلاح اللي موجود ده هو مش هو بس اللي موجود، هناك صفقات اسلحه بيتم تجديدها، هناك الشيء اللي بيبقى بيخش الاكسبريشن ديت او عدم الصلاحيه بيجدد وبسلاح احسن منه، وهذا الكلام مستمر ولن يتوقف لان القوات المسلحه المصريه واخده اولويه اولى. دكتور عماد، تفتكر ليه مشير طنطاوي مشي بهذه السهوله؟ يعني ما حدش دافع عنه لا من جوه القوات المسلحه ولا من بره. طب وعرفنا ده من جوه ما حدش سنده. انا بص يعني انا اعتقد انه الاداء، وانا مختلف تماما. انا هحكي لحضرتك واقعه انا كنت طرف فيها مع المشير ومع الفريق سامي عنان لما استضافوا رؤساء الهيئات البرلمانيه للاحزاب. احنا كنا قاعدين بيتعاملوا معانا اننا طراطير. قاعد الفريق سامي عنان يقول للدكتور سعد الكتاتني يعني يقول له يا دكتور سعد ما احنا اتكلمنا في التليفون وحلينا الموضوع مع بعض، انا هقول له. فقلت له انا ما اتعودتش ابطيشه في مكان، لازم اعرف اتفقتوا على ايه، امال جايبيننا ليه؟ فهم يعني عشان حضرتك بتقول لي بيتعامل مع كل القوى، لا ما بيتعاملش مع كل القوى، هو بيتعامل مع الاخوان المسلمين بس، مع حزب الحريه والعداله بس. فعايز اقول اتسابوا لانه انا اعتقد الاداره اللي تمت في الفتره الاخيره جرحت الصوره اللي احنا قلنا عليها الايجابيه النموذجيه للجيش، وغضب الضباط الصغيرين والضباط في الميدل كارير كان غضبهم من القياده مش من الناس ولا الشعب. بالعكس انا بقول لحضرتك على اللي انا اعرفه كويس. وبالتالي انا اقول لحضرتك بس معلش من حقك تقول وجهه نظرك طبعا. اتفضل. هذا بدليل انه ده لما تشال النائب العام رغم كل التحفظات والغضب والشباب يا اخي اتعمل رد فعل ولا بتاع، ده شالوا في 5 دقايق ولا اي شيء حصل، ومن داخل البتاع دوت وتم التغيير بسلاسه وبسهوله وخدوا النياشين واتكلوا على الله. في دقيقه واحده بس في عشان وقتنا خلاص. يعني موضوع ان في غضب بين الضباط قوات المسلحه والقاده بتاعتهم، لا اللي فات، قلتش غضب حتى اللي فات. انا قريب جدا من القوات المسلحه يعني وافتخر بهذا، وانا بزور وحدات القوات المسلحه اسبوعيا. اسمع بس، ما قلتش ما تفتخرش، خليك بس خلينا كلنا القوات المسلحه. دي مقدمه سريعا. يعني انا بحضر بكلم مع الضباط، انا مكلف ان انا اعمل توعيه سياسيه لوحدات القوات المسلحه، وبروح ازورهم في وحداتهم مش بمزاجي، مكلف بهذا. وبكلم مع الضباط كلها كافه الدرجات، مفيش حاجه اسمها غضب من القاده، كل الضباط منضبطه للغايه. اسمع بس، هو مش هيقول لك الكلام ده بس، لا عشان بس وقتنا مش هيقوله لك. والله بيقولوا لي لا، لانه انت رايح لا انت رايح وضع معين يا دكتور. لا مش بس جوه القاعه، وبره القاعه بكلم على الولاد برضه. مش هيامن لك، مش هيامن لك، لا بيامن لك. هو بيقولها لنا، لا والله بيكلموني في حاجات كتير، والله بيقولها لنا. انا بقول لحضرتك طمن انت والناس، الناس كلها تعرف ان قوات المسلحه منضبطه ولها، واسمع بس، وليست غاضبه من القاده بتاعهم. كلامي ده يعني انها غير منضبطه؟ لا وليست غاضبه. سؤالي الاخير، ليست غاضبه من القاده. الناس لسه بتبص على القوات المسلحه، وده كلام الحقيقه الاستاذ هيكل ايضا، انها العمود الوحيد الباقي في هذه الدوله. صحيح. ان مفيش في الدوله اي مؤسسه فاضله غير مؤسسه القوات المسلحه. دايما عنا على الجيش، عنا على بيانات الجيش. اطمني اطمني على الجيش. انا بقول لحضرتك كلام قولا واحدا، تدخل الجيش في حياتنا بمعنى يعني لن يتدخل في الحياه السياسيه. خلاص انسي الجيش انه يرجع تاني السياسه، واللي احنا بنقوله ده مش هيتكرر تاني. الجيش خد درسه خلاص، لا سياسه وبعيد عن السياسه تماما، هيشتغل شغله ومالوش غيره، وما عندوش نيه خالص يعمل حاجه تانية. والله انا اتمنى انه نركز على المهمه الرئيسيه للجيش، هي صيانه حدود البلد والدفاع عن اراضيها، والا يكون هناك اي ظل من الحقيقه في انه يبقى جيش النظام مش جيش البلد. لا انا بقول لحضرتك كلام واضح، انه لو هو احنا عهدنا بالجيش المصري انه هو جيش البلد، هو كده جيش الشعب، وهو كده فعلا. كويس. طمن، قول انا بقول زي بطمنك، انا بطمنك. مش ولا دكتور تربية معنوية ولا دكتور ولا تدريب معنوي. قول ده انا عايز اقوله، انه هناك بعض الروم الكلام المخاوف من ان وزير الدفاع الحالي يعني اقرب فكريا للاتجاه الاسلامي السياسي منه للجزء العسكري الحرفي. في مخاوف من ده، وبالتالي انا لما اعرف ان الجيش المصري هو جيش حرفي، وبالتالي الذي يسيطر عليه هو انه جيش الشعب وانحيازه الاساسي للشعب، هو ده اللي يطمنا ويعيد يعني يعيد ما جرح من صورة الجيش. كلمة أخيرة، ده جيش الشعب ولا جيش السلطة؟ ده جيش الشعب تماما، وهو أعلن ذلك في بيان لسه قريب مفيش من 4 أسابيع، قال إن ده جيش الشعب ولن ينحاز لطرف ضد طرف على الإطلاق، وده إذا كان بيان رسمي طالع من قوات المسلحة المصرية. اقتراب الفريق السيسي من تيار الإسلام السياسي؟ أنا لا أعلم هذا إطلاقا، راجل بيتكلم بشكل محايد، بيتكلم فني جدا وموضوعي جدا في شغله، ولا أعتقد خالص إن هذا الكلام وارد.
انا بشكركم شكرا جزيلا. يعني القوات المسلحه هتامن طيب مظاهرات 25 يناير او مش هيامن زي قبل كده خالص. انا بشكركم شكرا جزيلا. والحقيقه بوجه تحيه اولا لاسر شهداء القوات المسلحه مش بس اللي في الثوره ولكن كمان اللي على مدار السنوات الطويله اسر ال15 ضابط او 15 عسكري 15 جندي مجند ايا ما كانت رتبهم اللي ماتوا قتلوا في رفح لسه دمهم في رقبة يعني فريق السيسي رئيس مرسي كل الجهات وحنفضل ورا حقهم لحد ما نعرف مين قتلهم. ما ينفعش نسكت على هؤلاء. مش ممكن هنبقى مهتمين بالشهداء في كل مكان ومش مهتمين بشهداء القوات المسلحة. وتحياتي للقوات المسلحة طبعا من أصغر ضابط إلى أكبر ضابط. بشكركم شكرا جزيلا. ونخرج من هذه الفقرة معنا تقرير العاصمة ولكن بعد الفاصل جزجة أو عمود النور ونشوف النور ازاي بينتشر بالموسيقى. ٢٠١٢ شهدت او نقدر نقول اسوأ سنة في تاريخ المرأة المصرية. ويعني مش عايزة اقول ان دي سنة حكم الاخوان في مصر وانهم اكدوا كل الكلام اللي كان بيتقال حوالين الدراسات النظرية في ان الاخوان وقوى الاسلام السياسي حينما تأتي تستهدف المرأة بالدرجة الاولى وتحاول القضاء عليها. المرأة المصرية هتنزل 25 يناير في اكبر مسيرتين من روكسي لأسر الاتحادية ومن حي شعبي في السيدة زينب إلى التحرير لتطالب بحق الشهداء، لتطالب بعدالة اجتماعية وحد أدنى للأجور وحد أقصى، لتطالب بحق صحة وتعليم وحق وظيفة. نريد أن نقدم نموذج رائع في البناء ولذلك كانت هذه المبادرة مبادرة معا نبني مصر. معا لأننا فعلا وبصدق ندعو جميع المصريين كل المصريين الجمعيات ورجال الأعمال الشرفاء وكثير جدا من رجال الأعمال مصر شرفاء. ندعو جميع المؤسسات الأهلية والوطنية لتتبوأ مكانها في هذه المنظومة الرائعة هذه الملحمة الرائعة ملحمة البناء. ولذلك كانت هذه الحملة معا نبني مصر لبناء مصر بصدق. بناء مصر في كل مجالات الحياة في الإعلام في التعليم في الزراعة في الصناعة في المؤسسات في الإسكان في الطرق في كل مكان في مصر. نريد أن يشارك الجميع في هذه الملحمة ملحمة البناء.